كانوا عاملين اوعى شتوم جدا جدا جدا. يا جماعة النهاردة نعمل مقلب في ماما، مقلب النيش اللي انا هطلع كل حاجة من النيش، عشان هي ميه عملت مقلب فيا اللي ما شافوا مقلب السفر، اللي ما شافوش ينزل ويشوف. يلا بقى نبدأ. يا جماعة دلوقتي ما مش في البيت، وانا هنتقم منها واطلع كل حاجة في النيش. اصلا ما لو حد لمس النيش تقطعه كده، تخليتهم معانا. يا جماعة انا هشوف رد فعل ماما وما اطلع كل حاجة في النيش. انا خايف اوي لو صدمني. عارفة ابدأ منين؟ ابدأ من هنا، من هنا ولا من هنا؟ هبدأ من هنا وخلاص. خايف لا تقع، ما هتقطع. حط دي في اي حته، ماما هتزعقلي. اعمل ايه؟ هتلفت يا ممكن احطها. ما بقت ادام هي مش هتخش. هنا ممكن يعني احطها بالشقلوب. انا مش عارف يا جماعة يضي في اللي ما مش عارف. ممكن تزعقني بس لا زي ما قلتلكم. شنطتين بس ممكن احط في اي مكان. تحطها هنا الشقلوب. يا رب ما تقع. شكلي كده همليها. يبقى بس يا جماعه زي ما قلت لكم، لو حد عمل كده ما ينفعش يوقع اي حاجه عشان مامته هتضربه. حط بقى الطبق ده فيه. استنى تعالى حط الاطباق عشان هي تبيل. انا مش عارفه احطها.
خبيته ده ما عشان ماما تشوفوش. الحمد لله. شوف ده بقى. ماما جت يا حلو. ماما هتقطعه. انا مالي. وانا مالي. انت اللي عملت. انت. 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 صوروا ايه؟ مصور فيديو. فيديو عن ايه؟ عادي. انا حاسه ان في حاجه. احمد كسر النيش واحنا لمناه وحطيناه في الدولاب. لا والله الحمي خط مني. كلامكم مش مظبوط. تحياتي يا بابا. الحمي خط مين اللي فتحه اصلا؟ مين فتح النيش؟ احمد هو الحمي خط. تعال تعال تعال. والله مش هضربك. تعال اقول لك حاجه. اقول لك حاجه. تعال بس اقول لك على حاجه. قول الحقيقه. انت ما بتكذبش. مين اصلا فتح النيش؟ مين اللي فتحه؟ تفصيلي. لا قول. تفصيلي. طب قول بس والله. لا اهو اديني سبته. مش هضرب. انا حلفت بالله انا مش هضربك. عاوزيني الحقيقه؟ اه. مين فتح النيش اصلا؟ انا. وده الصيد. وكسرت كل الحاجات اللي فيه. كسرته ازاي؟ كنت عايز ايه اصلا من النيش؟ كنت عايز ايه من جوه؟ كنت عايز ايه من هنا؟ لا يعني انت كنت مثلا عايز ايه من هنا واحتاجين. كان لسه هيكمل بس انت رنيت الجرس. بص بص انا هيكمل ايه. لا فين الحاجات اللي كانت هنا؟ مين كسرها؟ انت كسرتها بجد؟ الحمي خطفها. ما تهربكش. ماشي انا اللي كسرتها. كسرتها اللي انت كنت عايز ايه من هنا؟ تعالى بس والله لازم اقول لك على حاجه. انت خايف ليه؟ اقول لك على حاجه. نعم. طب بس والله تعالى. لا 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 اقف. هقول لك على حاجه. تعالى ما تخافش والله. اقف. انت عايز ايه من النيش بقى يا عسل؟ كنت عايز ايه من النيش؟ السجاير بتقصد. تعالى تعالى. هقول لك على. اقف. انت عاوزه ايه؟ انت عاوزه. انت ايه اللي خلاك تفتح النيش؟ شوفي محبتك. عايز ايه بقى من النيش؟ كنت عاوزه اكسر. لا ولا كده. هو عايز يكسره. فين الحاجات اللي كانت في قلبه؟ طب وريني كده الحاجات اللي اتكسرت. فين الحاجات اللي اتكسرت يعني؟ لا. تعالى بيقول لي عشان ماما عملت فيا مقلب ده قمع. مش هحط لي قلبي. اوعى سيب. 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 اوعى اوعي. تعالى كسرها بقى انت. هقطعك حته. اوعي. شوف انا فتحت فعلا الباسكت بالزباله ما لقيتش في قلبها حاجه ولا في المطبخ. ما لقيتش اي حاجه خالص. راحوا فين بقى؟ قول بجد. خطفهم. لا مش موجود. طب تعالى اوريكي حاجه. وريني. انا فتحت الباسكت ما لقيتش اي حاجه. الباسكت بتاع الزباله في المطبخ. ده مخبوه فين؟ تعالى اوريكي حاجه. وريني كده. يا لهوي حاجتي. وبصي هنا. بصي فعلا هو اللي كان. طب بصي بقى شوف حاجه مكسره. في حاجه اتكسرت بجد. لا. طب بصي بقى الحاجه. طب بصي بس دومن يا جماعه 1000 جنيه. ده 1000 جنيه. اشمعنى دول ب 1000 جنيه؟ دول بس لوحدهم ب 1000 جنيه؟ لا دومن ب 500 جنيه. بص انا اقول لكم حاجه يا جماعه. انا كان قلبي حاسس اصلا اول ما فتح الباب وقال لي تعالى اوريك حاجه كان قلبي حاسس ان هو مقلب.
واول ما شفت ان انا اتخضيت ليكون كسر بجد، لان احمد ايه بيحب يفتح النيش وياخد تعمل ده يشرب فيه شاي او فنجان، حابب الفناجين الزرقاء دي يحب يشرب فيها شاي، وانا اقول له لا اشرب من المطبخ. فانا قلت ممكن يكون كسر حاجه بجد، وبعدين فكرت قلت هو تلاقيه عامل فيها مقلب. انا حاسه ان هو مقلب من الاول. رسوم بقى تعالى اوعى مش هيصوم خلي لا رجع كل انا مالي انا كنت بصور بس ما عملتش حاجه. لا وانت اصلا لا مالي على ممكن الحاجات دي كلها تتكسر. اه والله هو ده يعرف يشيل الحاجات دي لكن لا هو اللي شايل. مين اللي شايل انت ولا والله هو اللي شايل. انتوا صورين وانتوا شايفين انا وهي ربنا انت اللي بتشيل والله هو وهي ربنا. بص بص انا هشوف الفيديوهات واشوف مين اللي شايل واللي بيكذب هعاقبه. عارفة وقال لي ايه؟ قال لي عشان ماما عملت فيها مقلب انا بقى بعاقبها. بتعاقبني عشان عملت فيك مقلب؟ طب انا بقى هعمل فيك 200 مقلب. خليكم معايا يا جماعة بقى هعمل فحم يا جماعة انا اللي هعمل كتير. انا اللي هعملها 500 مليون مقلب. مش هتعرف تعمل فيها مقلب تاني. خلاص. لو عجبكم الفيديو ده يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ونعمل في ماما مع التيتي مع السلامة. تعالي يا ست جنى هاني. لا انت هتشيلي انت وهو. يلا يلا شيل يلا يلا خلاص بقى اقفل الكاميرا. باي باي. شيل الحاجات دي ونشوف الفوضى دي. باي. مع السلامه.